والله إلا النجم نقوله أن الهيئة المديرة استعانت باللجنة القانونية وخبراء محبين في النجم، اعطيناهم الملف درسوه مدة أسبوع أو أسبوعين وشافوا وقنعوا الهيئة اللي النجم عنده حق باش يمشي للمحكمة الإدارية، وعملنا عن المحكمة الإدارية. واحنا كهيئة مديرة معنا أي من احناش مقصرين، مش ندافع على حظوظ النجم إلى آخر مرحلة، واعطينا كامل الصلاحيات للجنة القانونية هذه وقامت بالطعن، ونشوف من هناش مش تجاوب المحكمة الإدارية، وإذا كان فما حق للنجم ربي نور الحق. أما الحاجة الوحيدة أنه ماذا بينا احنا كهيئة مديرة قايمين بالواجب، الجمهور والناس كنا نقعدوا بعاد على الأمور هذه، فما لجنة قانونية، فما خبراء، فما محبين، فما أساتذة كبار ملمين بهالموضوع هذا، يتابعوا في الموضوع هذا وعنا ثقة فيهم الكاملة، وإن شاء الله قاعدين خدموا. قدمنا ملف نجم تقول ملف باهي، نقعدوا الآن مركزين على المقابلات متاعنا وعلى بقية المشوار، وكل اللجنة القانونية هذه تقوم بالواجب متاعها، وحنا كهيئة مديرة نقوم بالواجب متاعنا، والجمهور يقعد يسند في الفريق متاعه، ونخلوا الأمور تمشي بطبيعتها.